أما 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 يا أما فين يا أما؟ إيه يا عزيزة؟ يا بنتي حميدة مالكوا يا بنات؟ عدمونا العافية يا أما. آه يا أما يا خرابي عدموكوا؟ أنا نازلة حالا وأرمى يا حميدة. ده فرهدة خالص يا عزيزة. إن شاء الله تموت يا رب أنت وأما. هذا الشر عنه يا عزيزة، ده كله نخوة ووطنية. مين هم اللي عدموكوا يا بنات؟ ولدين يا أما ضربونا وسرقوا السمك مننا. يا خرابي. لا 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 يا أما، ولد واحد هو اللي ضرب والتاني اللي سرق وبس. ريس حنفي. جرى إيه يا أم حميدة؟ تعالى يا أخويا الحق بناتك. بناتي؟ مالهن؟ حد اعتدى عليهن؟ اعتدى وبس، دول اتهروا خالص يا حنفي. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ بناتي انا يتهروا وفي حياتي؟ ايه اللي حصل يا بنت انت وهي؟ ولدين يابا ضربونا وسرقوا السمك. لا يابا، ولد واحد هو اللي ضرب والتاني اللي سرق بس. ولا قلت لهمش انتوا بنات مين؟ قلنا لهم زودوا الضرب فينا يابا. يا نهار ابوهم اسود، لازم اذبحهم اقتلهم اموتهم واحد واحد. تعالوا ورايا. تعرف يا ابن حميدو؟ ها؟ انا بقيت اضرب في البيت اللي اسمها عزيزه دي وقلبي بيتقطع. سلامه قلبك. ليه بقى؟ اصلها عجبتني ان جيت الحق، شجاعه وغلبويه، وانا يعجبني الصنف ده، المدائر المناكب. لا يا عم، انا يعجبني الصنف بتاع حميده، اول نساء في حياتي. يا خبر اسود، اهو جالك الموت يا سارق السمك. زار انت وهو يا واد اعتدوا على بنات. زار انت وهو. لا 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 يابا، ده ما مدش ايده وضرب، ده سرق بس. سرق وبس؟ كلميه انت بقى يا ام حميده. ازاي يا جدع انت وهو تسرقوا السمك من بناتي؟ يا جدع انت وهو يا جدع. الجدع يا اخت، انا ملياش دعوة. المسألة بسيطة يا مدام، ندفع لك تمن. ومدفعتش ليه من الاول؟ ما هو لو كانوا بناتك كويسين كنا عرفنا نتفق. كويسين غصب حباية عينك يا حرامي. اتفضل. عاجبك الشتيمة دي يا ريس؟ عيب يا عزيزة، ما يصحش ست تشتم راجل ابدا. يعني ايه؟ يعني انا ما اقدرش اشتمك؟ انتي؟ وحياة شرف ابوكي لو فتحت بقك بكلمة لقطم رقبتي. حنفي. ايوه تعبت كده. انت عارفة ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي. خلاص هتنزل المرة دي. عايزة كام في السمك يا ست ام حميدة؟ 100 قرش بدون مناقشة. اتفضلي يا ست، ولا انك تعكري دمك ابدا. بقى سيادتك شيخ الصيادين هنا. انت ما تعرفش سويسي؟ الريس حنفي انعم واكرم. انعم واكرم ده اسم والدك؟ شايف يابا؟ اهم ابتدوا يقبحوا. دي مش اباحة يا عزيزة، ده جهل بعيد عنك. اسمك ايه؟ حمودة ابن حميدو. وانا اسمي حميدة. شايف محسن الصدف؟ وحضرتك؟ انا اسمي حسن. انتوا منين يا اولاد؟ احنا صيادين من رشيد، ضاق بينا الحال جينا السويس. وعندكم مركب تصطادوا بيها؟ لا والله يا ريس حنفي، تعرف لناش مركب تكون كويسه ورخيصه؟ ما تبيع لهم نورماندي حنفي. بس نورماندي دي تمنها 100 جنيه. ما انت برضه هتكرمنا يا ريس حنفي. عينيا الاثنين، ماليش بركه الا انتم. لكن انا سمعت ان النورماندي دي غرقت في الحرب يا ريس. دكها نورماندي 1، انما دي نورماندي 2. استطيع اشوف العربون دلوقتي عشان نقرا الفاتحه يا سيد حسن؟ ايوه والنبي يابا، نقرا الفاتحه دلوقتي دلوقتي دلوقتي. هنقرا الفاتحه على نورماندي يا بت اهدي. اهي سرقتك دي اللي بتطفش منك الارزاق. ادي 10 جنيه عربون. هات. هات ايه يا وليه؟ ما تعقلي. بقولك هات ال 10 جنيه. يا وليه بعدين نتحاسب. انت هتجيبهم ولا لا؟ قلت لا. لا. والفلوس اللي تخش جيب الاسد لا ممكن تطلع اللي على جتته. حنفي. مفيش حنفي. انا قلت كلمه وانت عارفه ان كلمتي لا ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي. خلاص هتنزل المره دي، انما اعملي حسابك المره الجايه مش ممكن تنزل ابدا. تعالوا يا اولاد عينوا نورماندي.
رأيك بقى في اللقطة دي؟ لكن دي بايظة خالص يا ريس حلف. بايظة ايه يا راجل انت؟ ما بايظة الا الشيطان. انت متأكد يا ريس ان المركب دي بتمشي في البحر؟ تمشي في البحر وفي البر وعلى الحيط كمان. انا ليا بركة اللي انتم. لكن يا ريس حنفي لا. لا لكن ولا حيثم، احنا قرينا الفاتحة خلاص والعربون معايا. تفضلوا بقى نكتب العقد عند البزفان. بزفان ده سمسار مراكب وأباني وكيل أعمال وساقط توجيهية، يعني شهر عقاري متجول. اتفضلوا معايا. ده تقاوي راجل ده ولا البدا فندي فين يا واد؟ راح لمينا وجاي حالي. طب روح استعجله. حاضر. اتفضلوا. اتفضل يا فندم. ايه اليافطه دي؟ ده البدا فندي. ما هو البدا فندي ده ابو الناسب. ازاي يعني؟ اصل قريت الفاتحه معاه على عزيزه بنتي. الله، هي عزيزه هتتجوز الباز؟ ليه لا؟ راجل مثقف ومستوعب الاشياء وقاري. وعزيزه موافقه على الحكايه دي؟ ما دام انا موافق مفيش معارضه ابدا. طب ومالهم ما اتجوزوش لغايه دلوقتي ليه؟ والله بقى المدام بتاعتي راسها والف صرمه قديمه، لازم حميده الكبيره تتجوز الاول. طيب وحميده الكبيره دي ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ اسمها ونصيب، يا ما جالها عرسان وتيجي في اخر لحظه وتتعقد. لكن انا قلبي حاسس ان العقدة هتتفك على ايديكم. بس بقى قوم قوم. البسطة جت يا ولد؟ لسه بس يا فندم. طب اذا جه حد يسأل عني خليه يستناني بره، انا مش هنا خالص. حاضر يا فندم. اهلا ريس حنفي. خير؟ مين دول؟ دول جماعة معارف قديمة من رشيد، بعت لهم نورماندي وجاي لجنبك عشان تكتب لنا العقد. يه 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 يه. انت بعت لهم نورماندي؟ خدمة لوجه الله، كمان احب اساعد الشباب الناهض. واخدت منهم دول كام يا ريس حنفي؟ 10 مقدما و15 مؤخرا. صلاة النبي احسن. احسن. معاكم رخصة صيد يا شطار؟ لا والله احنا ضيعناها في رشيد. طب دي فيها مخالفة وغرامة وحبسة أو إحداها. يلا بينا، بلاش نورماندي. يلا بينا. بلاش نورماندي ازاي؟ وانا خلصت زعلكم؟ انا طلع لهم رخصة يا بزفندي. اساميكم اساميكم. انا اسمي حسن محمود. وانت؟ حميدو السيد ابن حميدو. صلاة النبي احسن. وساكنين فين؟ اكتب عنوانهم عندي انا. دول يظهر عزاز عندك قوي يا ريس حنفي. يا عم ما تخلصنا بقى، انت سمسار ولا وكيل نيابه؟ دي بيقول ايه الجدع ده يا ريس حنفي؟ انا فك اصله خايف لابو نعناع يبرد. ابو نعناع ده ايه بقى؟ اصل المدام بتاعتي عامله لهم شويه شاي بنعناع. صلاة النبي احسن. ده انتوا دخلتوا في الجد قوي. بتبصموا ولا بتمضوا؟ بنبصم بس بسيط. طب صباعك. راخر صباعك. مبروك يا حسن افندي. الله يبارك فيك يا حاج افندي. اوان بقى افندي زي زيه كده خلاص؟ لا مؤاخذه يا باز افندي، اصل دلوقتي بقينا جمهوريه. هات الختم بتاعك. هات هات. اتفضل اتفضل. كلمت المدام ولا لسه يا ريس حنفي؟ أنا اديتك كلمة راجل وقريت الفاتحة معاه، وأنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبداً. والمدام موافقة والأشياء معدن. طب ومستني إيه؟ اعتبرها دخلت، عزيزة لك وأنت لها، بس تصبر عليا همسة حائرة. طيب يا ريس حنفي أنت بقى مع السلامة. وأنا هبعت لكم العود بعد التسجيل على البيت. مع السلامة يا حبيبي أنت وهو. الله يسلمك يا بسبوزة فندم. اتفضل.
صلاة النبي أحسن. يا رازق الدودة في الحجر والطير على الشجر، ترزق حميدة بنت تفيدة بعريس ابن حلال جميل جمال، إن شاء الله حتى يكون له مثال. آه حموت بحطها يمه، ذنب في رقبتي. يا عيني عليكي وعلى بختك العكر. أنا عارفة راحوا فين العرسان؟ زمان وأنا صغيرة كانوا العرسان على قفا من يشيل لحد ما اخترت أبوكي. أنا ما أقدرش أصبر زيادة عن كده، شوفوا لكم حل. الصبر نفد مني خلاص. مالك يا عزيزة يا أختي؟ أنت عارفة إن جوازتك دي تمت هتبقى سبب تعاستي وشقايا؟ يا نصيبتي؟ يعني إيه؟ يعني هفضل طول عمري عايشة لوحدي؟ وحيد ونهان شريط حيران، أبكي وأنوح على هوايا وأضحي قلبي في يوم في يوم في يوم هنايا؟ أنت عارفة إنهم مش عايزين يجوزوني لما تتجوزي أنت؟ أهم دلوقتي هيتجوزوني الباشا فندي غصب عني. كويس كده يعني؟ يعني إيه يا عزيزة يا أختي؟ يعني هفضل طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس أبدا على عقلي الباطن. مالكوا يا بنات؟ بتتوشوشوا على إيه؟ ياما انا عايزه اجل جوازي شويه لحد ما ربنا يوعد عزيزه اختي بابن الحلال. ابن الحلال موجود يا حبيبتي، الباز افندي راجل ابن راجل وعليه كرافته ترد الروح. ياما انا ما بقبلوش الكلام ده. ايه يا عزيزه؟ امال عايزه تتجوزي مين؟ عبد الحليم حافظ؟ اخر زمن البنات تنقي عرسانها. ياما هو انت اللي هتتجوزي ولا انا؟ انا افصل وانت تلبسي، انا اطبخ وانت تاكلي، انا اخطب وانت تتجوزي، فاهمه ولا لا؟ وانت يا حميده شنكلي لك واحد من الاثنين دول يلا وخلصينا. انا خلاص ياما شنكلت واتشنكلت. مين هو يا حميده؟ احلى واحد فيهم ياما ابن حميده. الف مبروك الف مبروك، البخور اشتغل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عوافى ام حميده. يا عفيف يا حنفتي، تعال شوف لك حل مع استعزيزه. ايه عزيزه؟ زعلان المدام ليه؟ يابا انا عندي اموت ولا اتجوزت البازا فندي ده. كلام ايه ده يا عزيزه؟ ده راجل انا نفسي اتمناه. بس يا ريس حنفي، ما دام ما بتحبوش مش ضروري تغصبوه على جوازه. وانت مالك يا بارد انت؟ حد خد رايك؟ كده؟ طب حقك عليا وعلى كل حال البلد ده برقبتي. طب اضمن رقبتك منك لو. الله يسامحك. وانت يا حميده ربنا يفك عقدتك انت كمان. هو يرزقك بابن الحلال يا حميده يا بنت حنفي. ازيك يا ابن الحلال؟ الله يخليك يا انسه حنفي. الشاي يا عزيزه. الفطير يا حميدة. حاضر يما. أوامك، عاوز آكل. على عيني يما. أمري ولا نفذ يما. يما افتحي له الباب يما. يا حلاوتك يما. اتفضل يا حسن أفندي. اتفضلوا. اتفضل. وناويين تسكنوا فين يا شبان؟ والله يا ست أم حميدة إحنا بعد ما نشرب الشاي هننزل ندور لنا على أوضة ولا حاجة. ودوروا ليه يا ابني؟ ده احنا عندنا تحت اوضه بحري جنوبي شمالي قبلي. يعني خشها الشمس والقمر وتبقوا جنبنا واحنا جنبكم. عايزتوا حاجه بلا قافيه؟ محتاجه. انت متاكد ان الاوضه دي كويسه ولا يعني رخرة نورماندي تو؟ نورماندي ايه يا سيدنا الافندي؟ بقول لحضرتك دي قصر منيب، دي مصلحه المواني والمناير. حبت تاجرها منا ما رضيناش ابدا. يا سلام. انت ليه ما بتعرفش سويسي؟ ده انتوا حظكم السما اللي وقعتوا في ايدينا. قولوا لهم مبروك يا بنات. على ايه تاني يما؟ اجروا الروف جاردن اللي تحت. يا سلام يما، تقوليش اتخلق لي واتخلقت له. يا بنتي من صبر ظفر. ظفر؟ هو في اكتر من كده ظفر. يلا يا بنات انزلوا نضفوا لهم الاوضه. يا سلام، احنا اللي ننضفها ليه؟ هنسكن فيها. يعني ايه هنسكن فيها وسخه؟ اذا كان عاجبك. يلا يا عزيزه يا بنتي، الاوضه وسخه قوي، محدش يسكن فيها بحالتها دي ولا البهايم. الله يخليك يا ريس. يلا يا حميده انزلي مع اختك. يا سلام عليك يا اما، مش تستني لما ابن حميده يشرب الشاي. لا بيني باكل. كله بتاكل. بس بتاع عينك كويس يا بنت، تبقى مال الباز بتاعك ولا ايه؟ عشر اذا كنت انت ولا الباز. لكن هتتجوزيه غصب عن عينك. ده بعدك، ده انا اتجوز اللي على مزاجي انا. مزاجك؟ وانت كمان لك مزاج؟ طبعا، والا ما كنتش كرهتك من اول نظره. طب انا بتكرهيني والباز بتكرهيه، امال بتحبي مين؟ مع الاسف لسه ما لقيتش راجل عشان انا احبه. مش معقول. مش معقول ليه؟ هو لازم كل انسان يحب؟ ايوه، كل انسان طبيعي لازم يحب. طب انت بتحب مين؟ بكل اسف لسه ما لقيتش بنت مؤدبه اقدر احبها. انت يا قليل الادب. طب وانت زعلت ليه؟ عشان انت بتقول كلام يزعل. طب ما تزعليش، حقك عليا. انا صحيح ما حبيتش لغايه دلوقتي، لكن لو لقيت واحده حلوه
ولسانها طويل حبتين يمكن احبها ومش بعيد ابدا اني اموت فيها ويجوز كمان اني اعبدها. وكمان بتمد ايدك عليا؟ انت هتنضفي الاوضه ورجلي فوق رقبتك. عايزني اشتغل تشتغل معايا، انا مش خدامه ابوك. ابويا؟ اه ايه؟ حاجه غريبه دي. ايه هاي ما تفتح انت كمان، انت كده انا عامل مصيبه. يا كده ايه؟ طولي بالك على جدع، مش كتر خير اللي بيساعدنا. امسك معايا حد بعد حد. خد ايدك، انت مع امك فيك ساعد حد. ايدك مين يا اخي؟ ما تيجي تخلصنا من النيله دي.